السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعات الكلمات والمتابعين الكرام، نتمنى تكونوا بصحة وبخير. مرحبا بكم في قناتكم عروض واختيارات. موعدكم مع عرضين من عروض بيم الجهوية اللي غتكون ابتداء يوم الجمعة المقبلة 22 يناير 2021 بأحد الجهات، وغنشاركها معكم بعد قليل، وغتلقاوها مكتوبة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. بالنسبة للعروض الجهوية الخاصة بيوم الجمعة 22 يناير 2021، أول عرض غيصادفكم هو المكوات البخار المحمولة اللي يمكن تخدموها موصولة بالسلك الكهربائي وبلا سلك، اللي تيسهل استخدامها في التحداد ودرجة الحرارة اللي يمكن تحكم فيها حسب النوعية ديال الثوب، وفيها خزان ديال الماء 350 ملليلتر لإنتاج البخار. الطاقة الاستهلاكية من الكهرباء ما بين 2000 و 2400 الواط، وثمن هذه المكوات هو 180 درهم أي 3600 ريال. ثاني عرض هو الخلاط الكهربائي 4 في 1، يمكن تخدموه طراب وخلاط ومفرمة لتحضير مختلف الوجبات، ويكون بعدة ألوان منها البيض كما في الصورة، والثمن ديال هذا الطراب هو 150 درهم أي 3000 ريال. باش تساعدونا وتحفزونا على نشر كل جديد، نرجو منكم تدعمونا بمشاهدة مختلف العروض وتشتركوا في القناة، وحنا في انتظار الآراء ديالكم وتساؤلاتكم القيمة باش يستفد الجميع. وكاين عرض مجموعة جوج ترموسات، الترموس الكبيرة السعة ديالها 1 لتر، والترموس الصغيرة 700 ملليلتر أي لتر إلا ربع، وغتكون متوفرة بعدة زواقات كما تتشوفوا في الصورة، والثمن ديال جوج ترموسات هو 100 درهم أي 2000 ريال. ننتقلوا للصينية اللي في الصورة، هي مصنوعة من البلاستيك، الأبعاد ديالها هي 38 سنتيمتر في الطول على 30 سنتيمتر في العرض أي مستطيلة الشكل، وغتكون بزواقات متعددة مختلفة. ثمن الصينية هو 15 درهم أي 300 ريال. وكاين صينية أخرى من البلاستيك بيضاوية الشكل، الأبعاد ديالها هي 44.5 سنتيمتر على 28 سنتيمتر، وغادي تكون بزواقات مختلفة، وثمن الصينية هو 15 درهم أي 300 ريال. كل الشكر والتقدير على تعليقاتكم واستفساراتكم وتساؤلاتكم وإجاباتكم التي تساهم في الإفادة والاستفادة. وباش ننظموا المطبخ كاين هذا المنظم بالرجلين، الميزة ديال المنظم يمكن تعمل رفوف كما تشوفوا في الصورة على اليمين بجوج من هذا المنظم. الأبعاد ديال المنظم هي 37 سنتيمتر ونص على 23 سنتيمتر ونص، والعلو هو 18 سنتيمتر، ومصنوع من البلاستيك. ثمن المنظم هو 15 درهم أي 300 ريال، يعني جوج منظمات كما تشوفوا في الصورة غيتقاموا ب 30 درهم أي 600 ريال للتوضيح فقط. نأتي للطقم كؤوس القهوة من 12 بياسة، 6 الكؤوس و 6 صحون صغار لتتكون قاعدة لهذه الكؤوس. هذا الطقم يمكن تقديمه كهدية من نظرة على اللومبالاج ديالو. ثمن هذا الطقم 60 درهم أي 1200 ريال، وغادي يكون كذلك متوفر بعدة زواقات. وكاين منظم آخر خاص بأدوات التجميل مصنوع من البلاستيك، وغيكون باللون الابيض والوردي والرمادي، وثمن هذا المنظم هو 15 درهم اي 300 ريال. نشكر اعزائنا ومتابعينا الاوفياء الكرام على اهتمامهم بما نقدمه، ونرحب بكل الاعزاء الجدد الذين يشاهدون القناه لاول مره. نطلب منهم الاشتراك ومشاركه الفيديو وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد، دعمكم استمرار لنا. سلة لتنظيم المطبخ،
يمكن تجمعوا فيها الخضر او اي حاجه. سله من البلاستيك والسعه ديالها 5.5 لتر، وثمن السله هو 12.5 درهم، اي 250 ريال. والان مع اخر عرض اللي هو صندوق جمع القمامه، وبه رافعه تعتمد على الرجل في رفع الغطاء. سعه الصندوق هي 12 لتر وغادي يكون بعده الوان، والثمن ديالو 60 درهم، اي 1200 ريال. هذا العرض الجهوي خاص بجهه عين السبعه بالدار البيضاء، يعني غادي يكون جميع محلات بيب المتواجده بجهه عين السبعه فقط. من الافضل قبل اليوم العرض، اي قبل الجمعه، تسولوا في اقرب بيم ليكم واش هذا العرض كاين ولا لا، وفين يمكن يكون باش تكونوا على علم. هاد الجمعة 20 يناير 2021 كاين 3 ديال العروض، جوج جهويين وواحد وطني. فالعرض اللي تتشاهدوا الان خاص بجهة عين السبع، وكاين العرض الجهوي الاستثنائي اللي غيكون بجهة المحمدية والعديد من المدن بالجهة الشمالية اللي فيه الزربية والاواني، وغتلقاو الرابط ديالو في الفيديو. وكاين العرض الثالث الوطني الخاص بأدوات الرياضة، وغيكون في جميع المدن. نتمنوا تشاهدوهم وتقولوا الرأي ديالكم في هذه العروض، وشكرا. نتمنى نكون توفقت في تقديم كافة التوضيحات، وما فيها بأس إلا غفلت شي حاجة تضيفوها في التعليقات، وشكرا على المشاهدة. الآن غتشاهدوا عروض بيم الخاصة بالثلاث، أي اللي غتكون بجميع محلات بيم ابتداء من يوم الثلاث 26 يناير 2021، في مختلف المواد الغذائية من دقيق وفروماج وزيت وحلويات وبعض اللوازم المختلفة. نتمنى أن تشتركوا في القناة وتشاركونا تعليقاتكم واستفساراتكم وأرائكم القيمة حول هذه العروض. إن أعجبكم الفيديو لا تنسونا بالاشتراك وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد، وجيم للفيديو وإضافة تعليق. دعمكم استمرار لنا. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء بفيديو جديد إن شاء الله.